مرحبا، معاكم شيف فنان الجعدي من مطبخ فتافيت، واليوم حابة أشارككم الميت بول الإيطالية الكلاسيك، شيء منهم كثير متعودين عليه. بس أهم شيء عندي إنكم عشان تحصلوا على هذه الأشياء لازم تعملوا سبسكرايب على فتافيت عشان تشوفوا ده كله. أنا هنا مسخن الطاوة وحوريكم التريك اللي حبدأ فيه. شوية زيت نباتي وححمر البصل، بس حادبل البصل ويبدأ يصير لونه بني شفاف يعني فاتح، دوبه بدأ يتكرمل واشيله على جنب وأبدأ أشتغل في الميت بولز. خلاص شوفوا كيف صار لونها أشقر، هو هذا اللون اللي أنا أبغى أوصل له البصل، مجرد أنه أنا أطفي الطعم وأطلع حلاوة البصل بدل ما يكون اللي هي النكهة المزعجة. هحط الطاوة على جنب وأخلي الطاوة الثانية. طبعاً أنا هنا بشيل الأطراف اللي هي القاسية تبعت الخبز، بس إذا أنتوا تحبوا القرمشة خلوها اطحنوها، بس أهم شيء ناعم. حناخد بس اللي هو اللب اللي جوا عشان يعطي طراوة، هذا بدل إنه نحن نستخدم اللية أو الدهون العالية في اللحم، يعني اللي حابب يأكل كرات اللحم أو الكفتة بطريقة أقل ضرر أو هو عامل دايت أو شيء يستخدم هذه الطريقة اللي هي طريقة الإيطاليين. ممكن طبعاً الخبز اللي أنتوا تحبوه، بس أهم شيء الجزء الطري بس. بعدين أحط عليها الحليب. شايف فينا نستعمل غير أنواع خبز؟ يا طبعاً فيك تستخدمي صامولي، نحن نقول بالعامي صمون أعتقد يسموه أهل الإمارات أو الكويت، ممكن أي نوع خبز بس لازم يكون فيه له لب، ما ينفع مثلاً الفلات بريد اللي هو البيتا العيش اللبناني ما بينفع، بس اللي يكون من جوا فيه له لب. فهنا يدوبك شوفوا بضغط شوية عليها بالشوكة زي اللي هي حتعطي الطراوة لجوة هذه الوصفة، وخليها على جنب شوية. هنا عندي اللحم المفروم البقري، ممكن انتوا تضيفوا نص ونص، نص بقر نص غنم او نص بقر ونص عجل عشان الطعمة تكون ازكى، بس انا هنا بس مستخدم اللحم البقري، في له 20% نسبة دهون وتشز، هذا هو احسن شيء عشان دي الوصفة. وعندي بيض، ما ينفع ما احط بيض اللي هو حيكون العامل اللي يعطي تماسك لهذه الوصفة، لازم افكها. أحط ثوم مهروس، حبال ما يعمل لي الثوم أنا هنا حبدأ أحط المكونات، فكفك اللحم شوية، ملح شوية، فلفل أسود، يعني كل الأكلات اللي بعطيكم إياها ما فيها عجقة ما فيها أشياء كتير، لأنه لما يكون عندي المكون مرة ممتاز حرام إنه أنا أضيف أشياء وألعب فيه، لما تطبخوه بالطريقة الصحيحة حتاكلوا الأكل اللي من جد طيب. خلاص دحين صار معايا جاهز، إذا شايفين كيف أتشرب، فأحطه خليط الخبز مع الحليب garlic thank you، وححط ثوم شوية عشان طعمة الثوم مرة قوية، برضو زي ما أنتوا تحبوا. طبعا لما نجي نعجن اللحم عمرنا ما نضغط وزي كذا، يدوب اذا ملاحظين انه انا كذا بجمع باطراف اصابعي، كل ما عجننا اللحمه بزياده حتصير تف قاسيه. الحين احط البيض، مو كله لانه كثير على هذه الكميه، دوبك نص البيض. هذه من الوصفات اللي ما فيها مقادير كريتيكال، يعني مره لازم كذا تكون مظبوطة، هذه اللي هي يقولوا طبخ ستات البيوت وبالنظر، بس أنا لازم أكون ماشية على التكنيك المظبوط. شوية تشيلي فليكس، لازم نحطه بارميزان، بس أحط البصل دحين بعد ما برد. وأخلطه
واخر شيء احط له البقدونس. بس قولوا لي انتوا واكتبوا لي في الكومنت مين منكم بيعملها كده بالطريقه الايطاليه، ومين منكم بيعملها باللياز، ولا يعني شو طريقتكم انتوا لما تيجوا تعملوا كرات اللحمه. واللي يجرب هذه الطريقه لازم يكتب لنا. احنا تقريبا كده اتجانست. من الان انا شام ريحه مره طيبه، شويه بقدونس، كده خلصت. جاء وقت انه انا اكورها واكببها، اخليها على جنب في الصينيه في الثلاجه تقريبا نص ساعه تتماسك عشان اقدر اشوحها على النار، وما حياخذ مننا وقت ابدا. طبعا انتوا تعملوها بالحجم اللي تحبوه، بس هذا هو الحجم المضبوط مره اللي نقول عليه كوره الجولف. فاذا ما تقدروا انتوا توزنوها بس باليد انها تكون زي بعض، ممكن بالايس كريم سكوب تختاروا السايز اللي انتوا تبغوه وتشيلوا وتكببوا. والطريقه الصح اننا ما نعجن، نضغط برضو عشان نبغاها تفضل طريه وفيها زي ما تقولوا كانه هواء، يعني باكل لحمه خفيفه مش معجنه. فاعمل وهي مكورة معايا وأحطها على الجنب وبس. هكمل الباقي وأحطهم في الثلاجة وأرجع أعملهم معاكم. الحين خليتها ترتاح 30 دقيقة في الثلاجة عشان ما تفرفط وأنا بقليها. مسخن الطاوة، يدوبك شوية زيت، وأبدأ أحط كرات اللحم. ما نحط كثير مرة واحدة، هنخليها على كل جهة تقريبا دقيقة عشان تتغلف كويس، بعدين نقدر نحركها واوريكم كيف. طبعا احنا ما نحاول انه نحركها مرة كثير، اذا عملنا زي كذا بشويش بس اذا ما فكت ما نحركها، نسيبها كمان شوية، المفروض انه هي تفك معايا بسهولة ولا حتتفرفط. بعد 8 دقائق تقليب صارت زي كده، واكثر من كده ترى حتنشف معاكم، ما ينفع نطبخها بزياده. انتوا تقدروا تستخدموا بعدين الصوص اللي انتوا تبغوه، اللي هنا في اسفل الطاوه كل الطعم الغني المركز من اللحمه والفليفرز اللي حطيناها زي ما انتوا تحبوا. هوديها المي. أتمنى أنه أنا اليوم أفدتكم بطريقة جديدة كيف تعملوا كرات اللحم، وإذا أنتوا كنتوا تعرفوها عملتوها قبل كده شاركونا آراءكم، وأهم شيء إذا عجبتكم ثامز أب، سبسكرايب على فتافيت، وأشوفكم ثاني.